الأقلام هي الشجر، والمداد هو المطر، والكتبة هم البشر، ثم أثنى عليه بالمدح من شكر، ما بلغوا ذرة مما يستحق جل في علاه وقهر. ثم الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلاً قد عتى، صلوات ربي وسلامه عليه ما لاح بدر وشع نجم وعز رسم. بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله نبدأ، بسم الله نسير، وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير. أما قبل، سعادة محافظ محافظة جزر فرسان الأستاذ حسن بن حسين الحازمي، سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أصحاب السعادة، الإخوة والأخوات، أيها الحفل البهي، ماذا أقول؟
ماذا أقول فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أما بعد. ها نحن ننام والأمن ملء جفوننا، نفترش السعادة ونلتحف العدل ونتوسد نعم الله، نصحو والبسمة ملء شفاهنا، نرى التقدم والازدهار والنمو والعلو لبلادنا في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده غيث السماء وملهم الشعب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. فأخذت قلوبنا تخفق عزاً وحباً وفخراً، وردد صغيرنا قبل كبيرنا: لأني ربيب ثراك الأغن، أعانق فناً وأصبل فن، أرش على الحرف عطر الوفاء، وأمسح بالضوء وجه الشجن. ومعاً وقفنا وقفة حب لشهداء وطن العظيم الذين تحزموا بالحب وقدموا أرواحهم فداء أمننا وعروبتهم وأحلامنا. في الأرض من دمكم لنا أوطان تحيا على أنفاسها الأزمان، نادتكم الجنات تحضن مسككم ليفوح من فردوسها إنسان. فاقبل أيا وطني زكاة قلوبهم وافخر بجند حماك يا سلمان. من هنا من فرسان حيث نور العلم يصافح الطرقات، والبحر يتلو الأبجديات، ويحدو الطير بأجمل النسمات. فرسان حاضنة العلم والثقافة والمعرفة، فيها ومنها تتواصل حكاية الإبداع وتفاصيل ازدهار تعليم جازان، حيث يعقد ملتقى لغة البحر والسماء، اللغة الإنجليزية، تحت شعار اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية، والذي ينظمه تعليم جازان ويستضيفه مكتب تعليم فرسان ضمن خطة وبرامج الإدارة العامة بمنطقة جازان التي أطلقتها لهذا العام تحت عنوان تعليم جازان 10/10، بهدف تلبية طلبات التعليم والتعلم وتطوير المهارات وتكاملها من أجل جيل الرؤية ومستقبل الوطن العظيم. فبفيض عاطر في صباح مخضب بآيات النسائم تحييكم فرسان بفلة جازانية من رديمة الحب وجنة العاشقين، في حضور علم وملتقى لغة، ولغة علم إنها لغة أثير العالم، اللغة الإنجليزية. فأهلاً وسهلاً بكم في هذا الملتقى، حيث للحديث حدث وللنهوض رجال وللرجال همم من أجل أبناء هذا الوطن. فعربينا الفصيح يقول: أحلامنا وآمالنا وطموحاتنا أودعناها بيض أناملكم وأسكناها منارة عقولكم، فآرونا في جازان أجيالاً تتحدث للعالم بطلاقة. وأعجميها يقول: جازان دريمز ويل ستار فروم هير. خير البدايات آيات من كتاب الله تلامس شغاف القلوب وحنايا النفوس، بصوت الطالب ريان العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يحلو هذا الملتقى بحضور مفخرة جازان عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور علي عريشي. إن لكل شاهق بابا ولكل غيث سحابا إذا تحدث شكلت النجوم تاجا على ناصيته وإذا تفوه تناقلت حديثه النسائم معطرة الأجواء بشذا حكمته لا يمل صعودا في معالي النجاح انحنى اليأس والكسل أمام جوزاء همته فصنع مجدا يشار له الكلمة الحدث في محفلنا هذا لسعادة الخبير الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، سعادة محافظ جزر فرسان الأستاذ الفاضل حسن ابن حسين الحازمي، سعادة عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور علي العريشي ومدير تعليم عام منطقة جازان سابقا، الإخوة والأخوات ضيوف منطقة جازان، الإخوة والأخوات من القيادات في الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل الخيرات والمسرات. نلتقي اليوم هنا في هذا الحراك التعليمي الثقافي النوعي في ملتقى اللغة الإنجليزية لمناقشة الاتجاهات الحديثة في تعلمها وتعليمها. كم هي الآمال أيها الإخوة والأخوات، كم هي الآمال وعريضة، وكم هي التطلعات كبيرة لأن تتحقق أهداف هذا الملتقى ونعود جميعا معلمين ومشرفين إلى مدارسنا لكي نطبق ما استفدناه من هذا الملتقى من تجارب ومن خبرات لنعكسها على الميدان من أجل دعم أداءاته وصولاً إلى منتج نفاخر به على مستوى العالم. أيها الإخوة والأخوات، لا يختلف اليوم اثنان على أن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر، وهي لغة التقنية، وهي لغة الصناعة، وهي لغة المحتوى الرقمي الواسع، وهي لغة الحوار العالمي المتبادل. ولذا أجيالنا اليوم هم بأمس الحاجة إلى أن يتعلموا هذه اللغة ويتعرفوا على الدلالات والمضامين لمفرداتها، كما أنهم بحاجة ماسة لبناء رصيدهم الثري في ألفاظها ليستطيعوا التفاعل مع تطبيقاتها الواسعة. أيها الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات للغة الإنجليزية، كل الآمال والتطلعات معلقة بجهودكم، بجهودكم التعليمية والعلاقة التعليمية بينكم وبين طلابكم
من خلال حجرة الصف هذا المربع الأهم والمرافق التعليمية التي تجمعكم بهم. إن تلك العلاقة التدريسية التعليمية هي التي تحكم مستوى التحصيل الدراسي، وهي التي تسيطر على توجيه ذاتية المعلم وعلى رفع مستوى إقباله على مدرسته وانسجامه فيها وتفاعله مع برامجها وأنشطتها. نعم، كلما كان المعلم والمعلمة مستعداً وجاهزاً لإدارة حجرة صفه وقيادة عمليات التعليم والتعلم مع طلابه بكل كفاءة واقتدار، كلما كانت الآمال عالية والطموحات لا حدود لها. أيها الزملاء والزميلات، لعلكم رأيتم تلك الجهود النوعية والمبادرات الرائدة والخبرات المتميزة التي اشتمل عليها المعرض المصاحب لهذا الملتقى. وهذا يؤكد أيها الإخوة والأخوات أن ميداننا ثري، ميداننا ثري ثري جدا بالقدرات والإبداعات والإمكانات التي يمتلكها أبناؤنا، والتي نحن اليوم بأمس الحاجة للاستفادة منها ولتفعيلها ولتناقلها فيما بيننا من أجل أن يستفيد الجميع من هذه الخبرات النوعية. سعادة المحافظ، أيها الإخوة والأخوات، أيها الحضور الكرام، سعدنا بكم في إدارة تعليم جازان في هذا الملتقى الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات العلمية المتخصصة التي تعقدها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان من أجل الإسهام في رفع كفاءة معلميها ومعلماتها ودعماً لهم للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عواتقهم. شكراً جزيلاً للزملاء والزميلات في مكتب تعليم فرسان، شكراً لكم على هذا التنظيم الأكثر من رائع، شكراً على تضحيتكم بجهدكم ووقتكم وعلى إيثاركم لإخوانكم، فلقد تحملتم البعد عن أبنائكم وعن مشاغلكم من أجل أن يبقى الاستقرار للشريحة الأكبر من المستفيدين لهذا الملتقى. فشكراً لكم بحجم السماء، وشكراً لكم بمثاقيل البحر، وشكراً لكم بشموخ الجبال الراسيات. شكراً جزيلاً لقسم اللغة الإنجليزية في البنين والبنات من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات الذين أسهموا في روعة هذا الملتقى منذ بداياته. شكراً جزيلاً لإدارتي الإشراف في قطاعي البنين والبنات. شكراً جزيلاً لأخي المساعد الأستاذ ياسر الدويري. شكراً للمساعدة الأستاذ رحاب مسلم. شكراً لكل من وقف خلف هذه الجهود. شكراً لكم زملائي وزميلاتي من المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات. شكراً للزملاء جميعاً الذين أسهموا في هذا التنظيم ممن ذكرت وممن لم أذكر. شكراً لكل من شرفنا بالحضور من خارج منطقة جازان، سواء من جهاز الوزارة أو من إدارات التعليم التي شاركت معنا. شكراً جزيلاً للمتحدثين بأوراق أعمالهم الذين آثروا المشاركة هنا مع ارتباطاتهم ومع ازدحام الدولة بأعمالهم، إلا أنهم قدموا نجاح هذا الملتقى على كل الالتزامات. دعواتي الصادقة من أعماق القلب لكل من حضر هذا الملتقى بالتوفيق والسداد والنجاح، وأن تنعكس نتائج هذا الملتقى على أداء أبنائنا ونتائج مؤسستنا التعليمية في منطقة جازان لنفاخر بها على مستوى الوطن بل على مستوى العالم. وإلى أن نلتقي دائما وأبدا على دروب الخير والعطاء والنماء لهذا البلد الغالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرسان أنشودة الفجر الجميل، فرسان سمفونية من الفن الأصيل. ها هي فرسان تنثر حسنها فتستفيق مع سنابلها أغارد الحلم، وتغفو في شاطئ عينيها ألف ألف لؤلؤة جميلة. فيا سادة العلم والتعليم، تحييكم فرسان بلوحة حب نقشت بداخلنا، ترجمناها لكم عبر هذه الفقرة، نقلناها لكم عبر طلاب مدارس فرسان. الفقرة من إعداد
مشرف اللغة الإنجليزية الأستاذ محمد بن علي صيقل، وإشراف صانع التميز في تعليم فرسان مدير مكتب تعليم جزر فرسان الأستاذ عبد الله بن محمد نسيب. Tourism is one of the main pillars in 2030 vision of the kingdom. And Farasan Island, which consists of 264 islands, is one of the most beautiful places in Saudi Arabia. So, our government plans to implement tourism projects, including an airport in Farasan Island. But the questions are, how can we go to Farasan Island? How far is it? How much time does it take to arrive Farasan? And many questions. Our students will answer all these questions and more. Let's see. Good morning. Good morning. My name is Abdulaziz Gumeri. My name is Zaid Afkar Nasib. My name is Mohammed Marwan Hawok. We are tour guides in Farasan Island. How can we help you? Yes, we are planning to visit Farasan Island, but we don't know how. You can go by ferry or by boat. How far is it? It is about 50 kilometers. How much time does it take? It takes about 1 hour and a half. Very interesting. Where can we? You can go to museums, Uthmanian Castle, Al Ghisar Village, Al Rafaiya House, heritage places, fish markets, Al Gandal area, and many beautiful beaches. Great! Are there activities that I can do? Yes, of course. Such as? Like camping, swimming, snorkeling, fishing, diving, visit small islands, and more! Wow! Thank you so much for helping us. You're welcome, and I hope you enjoy your time. Goodbye. Goodbye. Thank you. Visit us in Farasan! لأنك لي وطن أبتني بقلبي لعينيك أيضا وطن تدور المواسم يا فاتني وأنت الحبيب الأبر الأحن وطني فنار العز والمجد مدائحك علقت بين جفن وهدب وهذه فرسان تغنت فيك طرب أبريت يا وطن كلمات وألحان الأستاذ عمر بن عبد الباري نجاش إنشاد ريان يعقوب إعداد أسرة مجمع صير التعليمي بقيادة الأستاذ علي بن عمر عقيلي. Yeah.
القلب ساكن يا جنان من عشب خضرا تختلف عنك المواطن في التراب وي صحرا يا وطن في القلب ساكن يا جنان من عشب خضرا تختلف عنك المواطن في التراب وي صحرا التراب وي صحرا في التراب وي مدنا بما معادل يحصد الأمجاد تترى يحصد الأمجاد تترى يحصد الأمجاد تترى Love.
من شرقها لغربها جنوب وشمالها من شرقها لغربها جنوب وشمالها فجرا يلاحق فجر وعزن يلاحق نما فجرا يلاحق فجر وعزن يلاحق نما سبع ونزل سبع أقسمت باللي رفع سبع ونزل سبع ما يلحقك ضيم يا أرض انت دل الطمع ما يلحقك ضيم يا أرض انت دل الطمع الحرم قبلة الإسلام والمسلمين وفيك مسجد نبي صلوا على كل ما وفيك مسجد نبي صلوا على كل ما أذن مؤذن وطف بالبيت كل مسلمة أذن مؤذن وطف بالبيت كل مسلمة أذن مؤذن وطف بالبيت كل مسلمة أذن مؤذن وطاف البيت كل مسلمة أيها الحضور البهي الوفاء لغة المخلصين الصادقين والاحتفاء والتكريم لغة الوصال التي نرسم حولها لوحة شكر لوحة تقدير لوحة امتنان واعتزاز الآن ندعو سعادة محافظ محافظة جزر فرسان الأستاذ حسن بن حسين الحازمي وسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسير بن أحمد الأحوس لتكريم أصحاب الأيادي البيضاء في نجاح وإنجاح هذا الملتقى العظيم. بدايةً نكرم ضيف شرف الملتقى عضو مجلس الشورى الأستاذ الدكتور علي بن يحيى العريشي الذي شرفنا في هذا الملتقى.
سلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع شكر كبير جدا لا أعرف كيف أصوره لأخي وزميلي مهندس التعليم في الفترة الحالية الدكتور عسير الأحوص، ويسرني أن أكون محافظ فرسان أحد جيراني وأعتبره ابنا لي في الواقع. من كان وراء الفكرة أعتقد إحدى تلاميذي الأستاذ أحمد حمزي، أيضا الدكتور الأستاذ أبو بكر ولي سيكون مشارك، والأستاذ محمد المسرحي أصر أن يقدمني في هذه الكلمة. فرسان أراد الله، دكتور عسيري هي جاءت صدفة، كان أنا مولود في فرسان وأحد أبناء فرسان، واليوم هذا الحفل أعطيت أنت فرسان الفرصة، مكتب فرسان يقوم به. شكرا لفرسان وأهل فرسان وإدارة التعليم، شكرا لسمو أمير المنطقة الأمير محمد عبد العزيز، شكرا لسمو نائبه، شكرا لخادم الحرمين الشريفين، شكرا لولي العهد، شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت شامة يا دكتور علي، نفاخر بك كلنا. رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالوزارة الأستاذ عبد الرحمن بن صالح الفريح. المستشار العلمي للملتقى الدكتور علي محمد مجلي. رئيس قسم اللغة الإنجليزية بإدارة تعليم جازان الأستاذ أحمد حمد حمزي. رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بإدارة تعليم جازان الأستاذة فلوى إبراهيم الرفاعي. ولمسة وفاء، لمسة وفاء غير مستغربة من أهل الوفاء، تكريم لمدير مكتب التعليم السابق الأستاذ طلال بن أحمد كبيني. تهنئة للفائز بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة الأستاذ أحمد يحيى عطيف. تكريم الرؤساء السابقين لقسم اللغة الإنجليزية الأستاذ عثمان محمد خولي. يا ملكنا طال عمرك.
الأستاذ محمد علي كاملي، مشرف لغة إنجليزية بإدارة تعليم جدة. الأستاذ أبو بكر أحمد ولي، مدير إدارة الجودة وقياس الأداء. الأستاذ قاسم يحيى خرمي، رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليمي أبو عريش. الأستاذة صالحة بنت حسن الأهدل. شركاء النجاح، المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر فتح الدين دويري. المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي سهلي. المساعد للشؤون التعليمية قسم البنات الأستاذ رحاب مسلم. مدير إدارة الإشراف التربوي الدكتور أحمد ظافر عطيف. مديرة إدارة الإشراف التربوي الدكتورة نهى بريك. الدكتور محمد أحمد مطهر. مجمع صير التعليمي، قائد المدرسة الأستاذ علي بن عمر عقيلي. محدثكم مقدم الحفل محمد علي خميسي. لجنة التقنية، لجنة التقنية، تقنية المعلومات، نعم، لجنة الاستقبال، من شرقها الغربها جنوب وشمالها، فجرني لاحق فجر وعزني لاحق نما، فجرني لاحق فجر وعز
الحسن لاحقنا ما لجنة المواصلات. اللجنة الإعلامية. اللجنة الفنية. لجنة الضيافة. لجنة السكن. لجنة التوصيات. لجنة التنظيم. اللجنة المالية. اللجنة الثقافية. لجنة المعارض الأستاذ حسن معتبي. فيك الحرم قبلة الإسلام والمسلمين. فيك الحرم قبلة الإسلام والمسلمين. بيت الطالب بجازان. فيك مسجدنا بيصلوا على كلما. وفيك مسجدنا بيصلوا على كلما. أذن مؤذن وطاف بالبيت كل مسلمة. 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 الداعمون لهذا الملتقى الصالات الذهبية. قناة أطفال ومواهب. مؤسسة أصل الإنشاء والبناء. نادي الصواري. لجنة التنمية الاجتماعية بقرية صير. الاستوديو التعليمي بجازان. هايبر فرسان. مصنع مياه مروية. ومصنع مياه سما. الطلاب المشاركين في الملتقى في فقرة اللغة الإنجليزية والأوبرية الوطني فليتفضلوا. اللغة الإنجليزية أول.
تعال في الخلف. درع مقدم من مركز اللغة الإنجليزية بالوزارة لرئيس قسم اللغة الإنجليزية بإدارة تعليم جازان الأستاذ أحمد الحمزي. درع مقدم من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة جازان لمحافظ محافظة جزر فرسان. درع مقدم من منسوبي ومنسوبيات مكتب تعليم فرسان لمدير عام التعليم بمنطقة جازان. بالحب والخير والوئام نلتقي، ومن أجل نهضة تعليم جازان نرتقي. دمتم بود وصباحكم وطن. أذن مؤذن وطف بالبيت كل مسلمة، أذن مؤذن.